مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، ازداد تخوف اليوتيوبرز، لهيك قرروا الجلوس بالبيت وعدم الخروج إلا للحالات الطارئة. وازداد كمان نسبة الحكي على الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي، فنور ستارز نشرت هي الصورة على الانستغرام اللي تبين تخوفها من فيروس كورونا وسلاحها دائما الكمامة والمعقم، وطرحت على متابعينها هالسؤال: كم مرة بتسمعوا كلمة كورونا باليوم؟ أنا بصراحة كتير يا نور. أما محمد طارق فنشر هي الصورة لتوعية الناس لضرورة جلوسهم بالبيت بهاشتاج اتزرع في بيتك. إن السنة اللي أنا هروح أتخرج فيها وأشوف فيها الدنيا يحصل فيها كل ده، يعني أنا هتخرج السنة دي وأشوف الدنيا بقى، هشوفها بمنظرها ده ليه كورونا والدنيا بتتقلب وأنا هتخرج وأشوف الدنيا؟ يعني اشمعنى؟ يعني واخدين بالكم من النحس؟ يعني النحس شوية وهيطلع بره، يعني هيطلع بره لساني. وأنستينا نشر هي الصورة اللي بيظهر وهو مرتدي كمامة مكتوب عليها كورونا، ووجه تحية للأطباء والممرضين ورجال الإسعاف والجمعيات اللي عم بيساهموا لمحاربة ووقاية الناس من هذا الوباء. أما سارة جو فاختارت رسالة من نوع خاص، حيث كانت عبارة عن فيديو خاص بلغة الإشارة، ووجهت تحية لصاحب الفيديو. أما عبد الرحمن فاروق فشارك هي الصورة اللي تجمعه مع سبوكي اللي حاملين فيها أدوات التعقيم والتنظيف، وكتب: نحارب الكورونا حرفيا. أما بخصوص التفاعل فعم بيشارك عدد كبير من اليوتيوبرز يومياتهم بالحجر الصحي عن طريق خاصية البث المباشر، من بينهم نور ستارز اللي عم تفتح البث يوميا على الانستغرام، وكمان صفا سرور ولكن اختارت بثوث مباشرة على تطبيق يوتيوب. أما مشتركين برنامج سديم فشاركوا جو من الدراما والحزن بآخر حلقة من البرنامج، حيث وجهوا فيها رسالة لأهلهم بخصوص انتشار هذا الوباء، وشاركوا أغنية توعوية في آخر الحلقة.